السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى، مختبر في الكيمياء التحليلية. عندنا اليوم التجربة الثالثة إن شاء الله، وياكم الست رضا من قسم الكيمياء. تجربة ثلاثة اللي هي عنوانها Analysis of Mixture NaOH and Na2CO3، يعني عندي تحليل مزيج مكون من مادتين اللي هي NaOH and Na2CO3، هيدروكسيد الصوديوم وكربونات الصوديوم اللي يكونون مجهولة التركيز، وأريد أطلع أو إيجاد تركيز المادتين هذه بالمضبوط. هنا عندي التجربة، نزلت لكم شيت التجربة بالإنجليزي طبعا كعملي مالتها ويا الكالكوليشنز، بس أنا إن شاء الله راح أبدي أشرح لكم إياها نقطة نقطة بالتفصيل بالعربي. فأول نقطة اللي هي transfer 10 مل of mixture solution to 250 مل conical flask and add 1 drop of phenolphthalein indicator. Number 2, clean the barret and rinse with hydrochloric acid. Number 3, fill the barret with HCl. Number 4, titrate with standard hydrochloric acid solution until the pink color disappears. The solution will be colorless. Number 5, now add 3 drops of methyl orange indicator into the solution above and continue the titration until the solution just begins to change from yellow to red. Number 6, repeat the titration of a few times until you get approximate results. هنا أنا عندي الكالكوليشنز مالتها جوا، إنه شلون نجد تركيز المادتين المجهولة التركيز. هنا راح أجي هسة بالشرح إن شاء الله خطوة خطوة أشرح لكم طريقة العمل بالمضبوط وشلون أحسب تركيز كل مادة. أجي طلاب على أول نقطة، إنه أخذ 10 مل من المادة المجهولة. هنا أنا عندي المادة المجهولة اللي هي مزيج من المادتين قلنا هيدروكسيد الصوديوم وكربونات الصوديوم، أخذ 10 مل من هذه المادة وأوضعها في دورق مخروطي كونيكال فلاسك، وأضيف لها قطرة واحدة من دليل فينولفثالين اللي هو البي اتش بي اتش. طبعا دليل فينولفثالين هو لونه وردي، من راح أضيف هذه القطرة للمادة المجهولة اللي سحبت منها 10 مل وخليتها بدورق مخروطي وأضيف لها هذه القطرة من الدليل، راح يكون لون المحلول أيضا وردي، راح ياخذ لون الدليل. أجي السحاحة على جهة أني أكون خاسلتها مي مي مقطر ومجانستها بالHCl وأمليها بالHCl اللي يكون هذا الHCl معاير، يعني معروف التركيز بالتجربة السابقة اللي هي تجربة 2. نبدأ عملية التسحيح باستخدام الحامض، يعني أبدي أفتح السحاحة صنبور السحاحة وأبدي أنزل قطرة قطرة من الحامض وين إلى الدورق المخروطي اللي يحتوي على المادة المجهولة التركيز اللي تحتوي على المادتين المزيج اللي أقصد به. النقطة اللي بعدها أستمر بالتسحيح، يعني أبدي أنزل قطرة قطرة من حامض الHCl وين على الدورق المخروطي لحين اختفاء اللون الوردي، يعني أبدي أظل أقطر أظل أنزل أسحح إلى أن يختفي لون المحلول الوردي ويصبح المحلول عديم اللون كلارلس. هنا بهذه النقطة اللي يصبح بها عديم اللون أسجل عندي الحجم الأول اللي هو V1 وأسجله يمي بالدفتر. النقطة اللي بعدها نفس المحلول هنا اللي يتحول عندي من الوردي إلى الكلارلس، وسديت السحاحة طبعا وسجلت عندي V1، نفس المحلول أجي أكمل عليه أضيف له 3 قطرات من دليل المثل أورنج البرتقالي اللي هو MO، أضيف له 3 قطرات وأبدي أكمل تسحيح عليه، يعني أفتح السحاحة وأنزل قطرات من HCl مع التحريك إلى أن يتغير لون المحلول من الأصفر إلى البصلي، لأن هو هنا راح يكون عندي لون المحلول أصفر وراح أضيف له الدليل. من راح أستمر بالتسحيح بالنقطة الأخيرة أنه المفروض يتحول عندي من اللون الأصفر إلى البصلي، بهاي النقطة راح يسجل عندي الحجم الثاني اللي هو V2 أسجله يمي.
هنا أنا راح أبين لكم الـ V1 شو تكافئ والـ V2 شو تكافئ. الـ V1 هي تكافئ all NaOH. الـ V1 اللي نازل من السحاحة اللي سجلتها عندي بالمرحلة الأولى راح تكافئ كل الـ NaOH زائد النصف من الكربونات اللي هي الـ Na2CO3. الـ V2 راح تكافئ نصف الـ Na2CO3 المتبقية بالمحلول. يعني من هذا الشيء راح يبين عندكم انه الـ V1 اعتيادي راح دائما تطلع تسجيلها او قراءتها رقمها اعلى او اكبر من الـ V2. هنا أنا عندي ملاحظات مهمة لازم تاخذوها بنظر الاعتبار على مود من تجيكم كالكوليشن بالحسابات او مسائل تخص هذه التجربة لازم نطبقها. انه كل V طلعت لي بالتصحيح V1 والV2 لازم أطرح من عندها 0.05 واللي هي تمثل حجم قطرة الدليل اللي ضفتها. هاي القطرة اللي تفاعلت مع الحامض واللي غيرت لون الدليل. فلازم كل V أطرح من عندها 0.05. الملاحظة الثانية أنه دائما التركيز اللي أطلعه بعدين بالحسابات لازم أخذ 4 مراتب بعد الفارزة. هنا عندي رسم توضيحي يبين لي السحاحة انه اني مجانستها وماليتها بحامض الـ HCl اللي هو معروف التركيز. جوا راح تكون الدورق المخروطي اللي يحتوي على الماء المجهول، المحلول المجهول او المزيج المجهول، التركيز اللي يحتوي على المادتين اللي هي الهيدروكسيد الصوديوم وكربونات الصوديوم. حسابات التجربة، هسه اجي على حسابات تجربة 3 اللي هي تجربتي لهذا اليوم. انه من القياس قلنا او من عندي من عملية التصحيح لاحظت انه شفت V1 هو اكبر من V2. يعني دائما يطلع لي بالحسابات بالـ HCl اللي نازل من السحاحة الحجم مالته دائما اشوف V1 اكبر من من V2. فرضا اذا V1 8 V2 راح اشوفها في 3 تقريبا، لان قلنا V1 هي تمثل كل الـ NaOH، تكافئ كل الـ NaOH اضافة الى نصف الكربونات، والV2 تكافئ نصف الكربونات المتبقية. حتى اجي احسب تركيز الـ NaOH، مشان احسب تركيز فقط اطلع الـ NaOH لازم اطلع فقط الـ V اللي تكافئ الـ NaOH. شلون اطلعها؟ لازم اطرح الـ V1 الكبيرة ناقصا V2 الصغيرة حتى تطلع لي فقط الـ V اللي تكافئ الـ NaOH. من راح اطلعها هنا راح اجي اطبق قانون التخفيف اللي هو جوا N1 في V1 يساوينا N2 في V2. الجهة اليسار اللي هي N1 راح اطبق المعلومات اللي تخص الحامض الـ HCl، يعني الـ N1 راح اسجل عيارية او نورمالية الـ HCl المعروف التركيز مالته. في الـ V1 هنا أنا اطبق حجم الـ HCl النازل من السحاحة واللي يكافئ فقط الـ NaOH، واللي قلنا هو منين يجي؟ من الـ V1 ناقصا الـ V2 حتى احصل فقط على الـ V اللي تكافئ الـ NaOH. اجي اطبقها في الـ V1 هنا يم الـ N1 ويساوينا الـ N2 هنا هواني اللي اريدها المجهولة التركيز الـ NaOH. في الـ V2 اطبق الـ10 مل اللي اخذناها بالبداية بالجزء العملي وضفتها بالكونيكال فلاسك، فاطلع هنا الـ N2 راح تكون عندي المجهولة اطلعها بسهولة. طلعت لي هنا التركيز الـ NaOH بالنورمالي. اذا هسه اريد احسب تركيز الـ NaOH بوحدة الـ PPM. الـ PPM للـ NaOH قانوني يساوينا N نورمالي في الإكيوفلنت ويت في الوزن المكافئ في ألف. الـ PPM للـ NaOH ويساوينا نورمالي للـ NaOH اللي انا طلعتها من الخطوة اللي قبلها اللي هي الـ N2 في الإكيوفلنت ويت للـ NaOH اللي اقصد بها منين اجيبها الموليكولر ويت الوزن الجزئي للـ NaOH على عدد الـ OH. طبعا هاي ما اخذيها مسبقا تعرفون شلون تطلعوها، انه الـ NaOH الإكوفلنت ويت مالته اخذ الوزن الجزئي للـ NaOH ككل على 1 اللي هي عدد الـ OH الموجود بالـ NaOH في ألف. اطبق هنا المعلومات كلها راح تكون جاهزة عندي ويطلع الـ PPM للـ NaOH بكل سهولة. حسبت عندي هناك اول مادة مجهولة التركيز اللي هي هيدروكسيد الصوديوم. اجي هنا احسب تركيز الكربونات الصوديوم.
المادة الثانية اللي عندي بالمجهول، حتى أحسبها أنا لازم أطلع حجمها اللي كافئ عندي الـ HCl النازل من السحاحة. أنا قلت الـ V2 هناك اللي ينزل من السحاحة الحجم الصغير هو يخص نصف الكربونات الصوديوم، فحتى أطلع كل الكربونات الصوديوم الحجم اللي كافئها أضرب الـ V2 في 2 حتى أطلع فقط الـ V النازل من السحاحة الـ HCl واللي كافئ عندي كربونات الصوديوم. أجي أطبق القانون التخفيف اللي هو N1 في V1 يساوي N2 في V2. N1 قلنا هي نورمالية الـ HCl، نفس الشيء أطبقها في الـ V1. هنا أنا أطبق الـ V اللي هسه طلعتها قبل هاي الخطوة اللي هي ضربت الـ V2 في 2، الرقم اللي يطلع لي أجي أنزله هنا أنا، لأن هذا هو حجم الـ HCl اللي كافئ الكربونات ككل، ويساوينا الـ N2 مجهولة اللي هي تخص الكربونات الصوديوم أنا أريدها في الـ V2. هنا أنا حجم الـ Na2CO3 يعني العشرة مال نفس الشيء اللي أخذتها بداية الجزء العملي واللي ضفتها بالكونيكال فلاسك، أجي أطبقها هنا في الـ V2. هنا أنا طلعت عدي التركيز الكربونات الصوديوم بالنورمالي اللي هي الـ N2. حتى أجي أحسب تركيز الكربونات الصوديوم بوحدة الـ PPM ايضا اطبق قانون البي بي ام للكربونات الصوديوم يساوينا النورمالي في الاكوفالنت ويت في الف، حتى اطلعها النورمالي راح تكون عندي جاهزة او معروفة من الخطوة قبلها الانتو طلعتها، اجي اطبقها في الاكوفالنت ويت نفس ما حسبت للانيوج انه الوزن الجزيئي للان اي 2 سي او 3 على هنا مو عدد الاو اتش لان هو مو قاعدة، هنا هو ملح فعدد شحنات الأكسدة مال الملح، أجي أنزله اللي هي هنا على 2 في ألف، فهنا راح تطلع لي تركيز الـ PPM العفو تركيز الكربونات الصوديوم بوحدة الـ PPM بكل سهولة، وإن شاء الله موفقين طلاب بهذه التجربة.